حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك حدثنا الحسن أن شيخا من بني سليط أخبره قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلمه في شيء أصيب لنا في الجاهلية فإذا هو قاعد وعليه حلقة قد أطافت به وهو يحدث القوم عليه إزار قط له غليظ فأول شيء سمعته يقول وهو يشير بأصبعيه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا التقوى هاهنا يقول أي في القلب. حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري حدثنا يحيى بن زكريا يعني ابن أبي زائدة حدثني سعد بن طارق عن بلال بن يحيى عن عمرو بن حصي قال أخبرني أعرابي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أخاف على قريش إلا أنفسها قلت ما لهم قال أشحة نحرة وإن طال بك عمر لتنظرن إليهم يفتنون الناس حتى ترى الناس بينهم كالغنم بين الحوضين إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. حدثنا الزبيري حدثنا إسرائيل عن سماك عن معبد بن قيس عن عبد الله بن عمير أو عميرة قال حدثني زوج ابنة أبي لهب قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوجت ابنة أبي لهب فقال هل من لهو. حدثنا أبو عامر حدثنا علي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا حية التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام والعين حق وأصدق الطير الفأل. حدثنا يونس بن محمد حدثنا أبان وعبد الصمد حدثنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يصلي وهو مسبل إزاره إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ قال فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ قال فذهب فتوضأ ثم جاء فقالوا يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره.